الجوية. أوبيليس أينما كنتم. مرحبا بكم مشاهدينا في موعد نشرة الجوية للطلع عليكم من قناتكم الجزائرية وان. إذا نبدأ نشرتنا الجوية مشاهدينا بهذا المنظر الجميل من جيجل، إذا المعروف باسم منطقة إرجان. وضعية الجوية على جيجل، الأجواء راح تكون مغشاة، درجة الحرارة راح تلحق 17 درجة، أما حالة البحر راح يكون مضطرب، واتجاه السعة البحر راح تكون بحول الله جنوبية تماما. إذا بالنسبة للوضعية الجوية مشاهدينا لنهار اليوم، استقرار جوي على العموم راح تعرفوا أغلبية الولايات الوسطى والغربية حتى الداخلية للوطن. الأمطار راح تكون في معتبرة وفي الموعد، حتى المساء راح تستمر على أغلبية السواحل، أقول من الناحية الشرقية على عنبة والقالة وكذلك على السكيكدا. بالنسبة للأجواء على الولايات الصحراوية، استقرار كذلك جوي راح يكون في الموعد، إذا بعض السحب من النوع العالي والمتوسط في شمال الصحراء أقول، وعلى الولايات الصحراوية من الناحية الغربية. درجة الحرارة مشاهدينا الكرام اللي سجلناها إذا لنهار اليوم على العموم، إذا استقرار كما سبق قلنا استقرار جوي راح يكون في الموعد، وانخفاض راح يبقى محسوس في درجات الحراره على اغلبيه الولايات الداخليه للوطن حتى ولايات الهضاب العليا، وين تم تسجيل اذا ادنى مقياس 14 درجه على باتنا خنشلاس طيفواريس، ترتفع بدرجه واحده اذا على الجلفه والغواط حتى الخط رابط مع البيض مشريه ونعمة، 22 درجه تم تسجيلها على وهران ومستغانم، 21 درجه على الولايات الوسطى حتى على شلف معسكر وغليزان. اذا بالنسبه للولايات الصحراء مشاهدينا الكرام، تم تسجيل مقياس 19 درجة على منطقة الثورة، نفس المقياس على غردايا وبريان، 20 درجة إذا على توغورت وكذلك ورقلة وحسيم سعود، 19 درجة تم تسجيلها على بني عباس وتبلبلة وبرج الحواس، و 29 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب، برج برج مختار، عين قزام، عين أزاوة وتزارتين. إذا بالنسبة لحالة البحر مشاهدينا الكرام لنهار اليوم، البحر في مجمله راح يكون من هادئ إلى قليل اضطراب على طول الشريط الساحلي، إذا راح يكون هادئ بحول الله على أغلبية السواحل من الناحية الشرقية للوطن، قليل اضطراب على أغلبية السواحل الوسطى حتى الغربية وهرن وابن ساف ومستغانم. إذا بالنسبة لاتجاهات البحر بحول الله راح تكون جنوبية تماما إلى جنوبية غربية على طول الشريط الساحلي. نطويها كالعادة مشاهدينا بموعدنا الفلكي لغروب الشمس يوم خميس 19 ديسمبر 2019، إذا الغروب على الجزائر العاصمة وضوحها راح يكون على الساعة 35 دقيقة مساء. لمزيد من المعلومات ما عليكم غير تزوروا موقعنا الإلكترونية اللي دائما في الخدمة، وموقعنا الإلكتروني لو يظهر أسفل الشاشة www.jazeera.tv. بقية متابعة شيقة مع برامجنا، بقوا على خير، تهلاو في راحتكم. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.